ولأنه الدولة مهتمة طول الوقت بأنه زي ما هي مهتمة في الحوار الوطني أن يكون في تمثيل حقيقي للشباب، فهتجد أن النهاردة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بيدعو لاعتبار سنة 2023، وإحنا النهاردة في نص سنة 22، يعني من قبلها بست شهور، عاما للشباب العربي. طيب الكلام ده معناه ايه؟ خلينا ناخد معانا على التليفون دكتور محمد فوزي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة. اهلا 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 يا دكتور. مساء الخير عليك يا استاذ يوسف وعلى الصح. كل الساده المشاهدين، وسعيد ان انا موجود معاك. احنا اسعد ومتشرفين. خلينا الاول نفهم المصطلح يا دكتور، معنى انه يكون السنه بتاعه 23 دي هي عام الشباب العربي، ثم هسال ويا ترى رؤيه وزارتنا في مصر وزاره الشباب والرياضه ايه لوضع عام 2023 عاما للشباب؟ مهم جدا. خلينا اقول لحضرتك يعني ناخد كده من حوار فخامة الرئيس النهاردة مع السادة وزراء الشباب والرياضة العرب، واللي جاء بعد انعقاد الجلسة الختامية الخاصة بالمكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب، واللي ترأسه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. النهاردة فخامة الرئيس قال حاجتين مهمين جدا جدا جدا. أول حاجة قالها إن شباب بيمثل بعدا أساسيا للأمن القومي للدول، وهناك أهمية كبرى لبناء فهم ووعي حقيقي للشباب. النقطة الثانية ودي مهمة جدا كمان، أكد على أهمية توعية الشباب العربي بالانخراط التحول الرقمي والبرمجيات والتقدم التكنولوجي. كمان أكد على أن الشباب الطاقة إيجابية هائلة يتعين العمل على تعظيم الإمكانات والقدرات العربية المشتركة لحسن استخدامها واستثمارها لتحصين عقول الشباب العرب. إذن هناك رؤية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالشباب بشكل كبير جدا، على أساس إن هو أمن قومي لكل الدول العربية، ويجب علينا تحصين هؤلاء الشباب أو شبابنا العربي ضد الأفكار المتطرفة. طيب عام 2023 هو عام الشباب العربي لإيه؟ بالتأكيد على هذه الرؤى اللي طرحها فخامة الرئيس على السادة الوزراء. كمان طرح فخامة الرئيس نقطة هامة جدا، وهي إنشاء اتحاد عربي للشباب أو اتحاد للشباب رائع. العربي رائع. عشان نقدر من خلال هذا الاتحاد نحقق هذه الرؤى. فخامة الرئيس دائما وأبدا، وحضرتك متابع جيد ومحلل جيد أيضا، دائما وأبدا ما بيطرح الرؤى والأفكار ويضع لها الحلول وكمان آليات التنفيذ. صح. فدي حاجة مهمة جدا لازم نقف عندها. طب وزارتنا هتعمل إيه؟ وزارة الشباب والرياضة هتعمل إيه؟ مش لوحدها، مع كل وزارات الشباب والرياضة العرب على مستوى الوطن العربي. عظيم. هيبقى في رؤى متبادلة. إحنا من بكرة في اجتماع هام جدا للتأكيد على هذه الرؤى ومناقشة كل ما دار في اجتماع اليوم بوزراء الشباب والرياضة العرب، واللي أوضح فيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي كل النقاط اللي قلناها. كمان أكد فخامة الرئيس على التصدي للشائعات. بكرة في اجتماع مهم جدا في وزارة الشباب والرياضة، في عدد كبير جدا من المتخصصين والمستشارين وأيضا عدد كبير من الشباب للتأكيد على هذه النقطة أيضا، وكمان دراسة الأمر بشكل كبير جدا وبحث آليات تنفيذ هذه الأهداف اللي طرحها فخامة الرئيس. كويس. دي كخطوة أولى وسريعة. طيب عايزين نوضح للسادة المشاهدين، يعني مصر دلوقتي بقى وضعها إيه فيما يخص الرياضة والشباب. حلو. من خلال الاجتماعات الأخيرة لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، تم مناقشة عدد كبير جدا من المبادرات. تم طرح جائزة هامة جدا اللي هي ذا فيرست أو الأفضل على مستوى الوطن العربي. لإيه بقى؟ هتهتم بإيه المسابقة دي؟ بالمبادرات والأفكار الجديدة والبناءة التي تهدف لدعم الشباب وكمان احتواء كل أفكارهم. دي كانت حاجة يعني بعد ما ترأست مصر الدورة 45
يعني هيتم مناقشة كمان عدد من المشروعات والأنشطة والبرامج اللي هيتم تنفيذها العام المقبل بعد رئاسة مصر للدورة رقم 45. كمان خليني أهني الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعد ما فاز بالتبقية لمكتب وزراء الشباب والرياضة العرب، أو رئيس المكتب التنفيذي لمكتب وزراء الشباب والرياضة العرب. هايل. طيب ده كلام محترم جدا، كلام موزون زي ما بيتقال. إذا نحن بصدد تفعيل رؤية واضحة وقائمة بالفعل، فهتبدأ تفعل مع بقية الوزراء أو وزراء الشباب العرب بإذن الله. أنا بشكرك جدا يا دكتور، ونتمنى نشوفك قريب بإذن الله. كل الشكر دكتور محمد فوزي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة.